هلا صار دورك يا عبود. طاب الموت لعيونك يا شامي. استعن عشاء بالله. ابو حسين لعند رجالك ومدحو. لعيونك مدحو يا رجال كله على الارض. ان شاء الله يا احمد. الله يسلمك زقرتي. ابضاي يا رجال، حدا عرف منكم من هاد الملتهم اللي كان عم يقوص على الفرنساويين من ورا؟ ما عرفنا يا ابو حسين. مين ما يكون يكون، الله محي البطن يلي حملوا. يا الله يلا خذوا له احمد. يلا يا عود صغير يا احمد صغير. يلا يا زقرتي. يلا زقرتي. جيت. اي جيت. وين كنت لهلا؟ ليش تاخرت؟ انت وين كنت؟ انا كنت هوني عم بوضي عاجي. وين حصانك؟ صاي وين حصاني؟ بتعرف يمكن نهرا؟ بالظاهر مو رابطه منيح. انا أنا بقول لك وين حصانك. وين؟ بالكسوي. إيوه. شلون يعني بالكسوي؟ يعني حصانك ما هرب، نقتال. نقتال؟ لك بتعرف ليش بحبك؟ ليش؟ لأنك فلهوي، بتنقطع الطاير. بتعرف أنت ليش بحبك أنا؟ لأني لما شفتك اليوم في الكسوي برد في عيني كثير، قلت ها هو رفيقي. طيب الله معيك يا رفيقي. هالوقت يجي ان شاء الله خير يا ابعاد. يا رب ان شاء الله خير. ان شاء الله يا رب بخير اسمك. ايه هلا في حرب. شوفي المرزوق برا عم يقول الفرن تبعنا عم يحترق. شو يا ولدي؟ يا ولدي يا لهوي يا ابعاد شو الاخبارك؟ يبعث لي حبايبي اسمي هلا هلا. لك الفرن، الفرن عم يحترق. يا شباب 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 يا ش
استفادات الله رحمه يا زعيم، الله يجعلك بلع الصايد. لا اسال كرم القضاء ولكنني لا اله الا الله لطفه في يا رب. معقول شو اللي عم يصير؟ ولا قوه. شو اللي عم يصير؟ شو يا ابو احمد؟ شو اللي عم يصير؟ والله ما بعرف ما بعرف يا ابو يونس. شو العمل هاي؟ لا اله الا الله. شو صار هجين؟ خير خير خير. لسا الخير لقدام يا اهل حارة اللوز. عبود لا حول ولا قوة الا بالله. شو اللي عم يصير يا ابو احمد؟ والله ما بعرف يا ابو يونس. ما شو صاير يا ابو؟ شو صاير بالحارة؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. خرب بيته، خرب بيته على العمي. وصل البلة دقنك يا نوري. ولك انت لك عين تيجي توقف بيناتنا؟ ولك اقتلوه اقتلوه، خلوا يعرف ابن خالته لهالكلب شو عم يساوي فينا. اقتلوه اقتلوه. روح على بيتك، روح على البيت. بس يا زعيم روح. لا حول ولا قوة الا بالله. شو اللي عم يصير؟ لا لا يلا يا رجال، يعطيكم العافية، كل واحد على بيته. الله يعوضك يا نوري. الله يعوضك يا زعيم. يعوضك الله زعيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قتالك يا عبود، قتالك يا واطي، يا خسيس. يا ابو فارس انت قلبها شو صار؟ حرق الفرن. قولي على قامتي على هالخبري، يا ريتني متت وما سمعت هالخبر. وعرفتوا كيف الحرق؟ ايه عرفتني. شلون فارس؟ عبود الواطي هو اللي حرق. إلهي يحرقه بنهار جهنم، إلهي ياخذه ويخلصنا منه، إلهي وانت جاي يا كريم. أمان السلام عليكم. وعليكم السلام. علي يعقوب، شو تجوز فارس؟ ايه تجوز، بس في خبري مو مليحة. خير ان شاء الله. شو في؟ الفرن تبع نوري. شو بقول الفرن؟ احترق. لا حول ولا قوة الا بالله. ومتهمينك انت في حرقه. شلو؟ لعمة لك وبعدين معهم يعني؟ وبعدين معهم؟ طول بالك يا بضاعي، روق روق. لك شلون بدي روق؟ شلون بدي طول بالي؟ العمة صرنا فرارية وبعدنا عنهم، مشان ما حدا يتهمنا زور وظلم. هلا وانا بعيد عنهم بتهموني انه انا حارق الفرن؟ اي والله الله ما قالها. معك حق بضاعي، معك حق. بس مو هالمهم. المهم نعرف مين عم يساوي هالتساوي ويلزق فيك. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انك عم تسمعني، بس ما بدك تواجهني. بتعرف ليش؟ لانك جبان ما بيطلع بايدك الا الغدر. ليك لك عبود ما واجهني. يا غدارة، عامل لي قبضاي وعم تتعدى لحقوق الناس؟ لك شو ذنبه الدرويش ابو فهمي اللي تحرقه دكانته؟ إذا كانك قبضاي في بوشك شوارب اطلع. لك أنا نوري أبو الدهب. لا تطلع يا شبان. بس قسما عظما إذا بدرى أنك جيت على حارة اللوز وأزيت حدا فيها ما تلوم من لحالك يا غدار.
ما تلوم إلا حالك. وأنا نوري أبو الدهب، أنا نوري أبو الدهب، وأنت تعرف منيح من نوري أبو الدهب لك عبود.